فوائد التشيكونغ. بعد ما عرفنا لمحة مختصرة عن التشيكونغ وبلشنا نمارسها، بشو ممكن تفيدنا هذه الممارسة على الصعيد الجسدي والنفسي والروحاني، وإمتى بإمكاني أني ألاحظ منافعها؟ يمكن من خلال أسابيع قليلة تبلش تحس بشعور مختلف وتحس أنه في شيء جديد عم بيحدث بجسمك، ولكن التغيير الكبير ممكن يبلش بعد 100 يوم. بعد 100 يوم من تدريب التشيكونغ اللي راح تبلش تشعر بهذه الفوائد التالية. أول شيء، تحسن عام على صحتك. التشيكونغ بيركز على صحة الجسم بالكامل والنظام بأكمله. التشيكونغ غالباً بيعالج أمراض معينة، إلا أنه مش هذا هو السبب الرئيسي للممارسة. حتى إذا كان المرض لا يمكن علاجه بأي طريقة، التشيكونغ بيحسن نوعية الحياة وبيساعدك في العثور على سعادة أكبر. والموضوع مش مجرد مسألة إضافة سنوات لحياتك، ولكن إضافة حياة لسنوات حياتك. 2، ذهن صافي وهادئ. ولما يكون العقل في سلام، كل الكون رح يبدو في سلام، لأنه الحقيقة السلام في العالم يبدأ معك، وهذا يقع على عاتقك مسؤولية إيجاد قلب وعقل مسالم. وبعدها بإمكانك تشفي من حولك وتحول الآخرين من هذا السلام اللي بلشت أنت تعيش فيه. 3، نوم أعمق وأكثر انتعاشاً، خاصة أن النوم أصبح تحدي في عالمنا المتشابك والسريع هذا. التشيكونغ راح تساعدك في العثور على الاسترخاء العميق والهدوء العقلي الضروري للنوم. ومع هيك التشيكونغ لحالها أكيد ما راح تكفي، عليك كمان ممارسة التمارين الرياضية التقليدية، وتنتبه لأكلك وما ترهق نفسك، وتكون على استعداد للاستمتاع بوقت فراغك. 4، زيادة الطاقة الحيوية بما في ذلك الجنسية والخصوبة. اللي بيمارس تشيكونغ بيكون عندهم أكيد تحصيل حاصل طاقة أكبر، ببطئ الشيخوخة وبرجع النضارة. وجزء من هذه الخاصية الشبابية هو الشعور بالفعالية الجنسية والخصوبة عند كل من الذكور والإناث. 5، مع التشيكونغ رح تشعر بدفء مريح للجسم، دفء للإيدين والأقدام الباردة، لأنها بتحسن من الدورة الدموية وبيزود الجسم بالمزيد من الدفء الداخلي لما مثلا يكون الجو بارد. وزيادة الحرارة الداخلية هي عن طريق الحفاظ على الفرن اللي موجود في منطقة البطن اللي بيسموها الدانتين، وأكيد راح نحكي عن هذه المنطقة في الفيديوهات القادمة والتمارين اللي كمان راح تيجي معنا. 6، جلد وبشرة نظيفة. فوفقا للطب الصيني، كل ما تحسنت في التشيكونغ راح تقدر تزيل السموم من جسمك، فتلقائيا راح يصير عندك الجلد صافي وناعم كما في الشباب. حقيقة تشيكونغ ممتاز للبشرة، وأكيد بتلاحظوا هذا الشيء عند الآسيويين بشكل عام. 7، حالة من السعادة. هناك مثل قديم في التبت بيقول بإمكانك معرفة اليوغي أو من يمارس اليوغا من ضحكته أو ضحكتها، وهذا الشيء نفسه بينطبق على التشيكونغ. على الرغم من أنك ممكن تشوف أحياناً معلمين جديين وبتقول ليش هدول هيك مكتئبين ومعصبين، لأنه ممارسة التشيكونغ الصحيحة والمعتدلة عادة ما تخلق حالة من التفاؤل والبهجة، لأنه كل ما عرفت أكثر كل ما عرفت أنك لا تعرف الكثير، فوقتها راح تبلش ما تأخذ نفسك على محمل الجد كتير، وبتصير حياتك أبسط وراح تطلع للحياة بطريقة أبسط. 8، أيض أكثر كفاءة. بيتحسن الهضم وبينمو الشعر والأظافر بشكل أسرع.
فبعد بضعة أشهر من التشيكونغ رح تحتاج لاستخدام مقص الأظافر أكثر. والتفسير لهذا إنه الجسم بيتخلص من الخلايا الميتة بسرعة أكبر مع التشيكونغ. 9، سيطرة أكبر من الناحية الفسيولوجية، وهذا يعني إنه بعض جوانب الجسم اللي كانت غير متوازنة أو خارجة عن السيطرة ستبدأ بأنها تصير طبيعية. على سبيل المثال، معدل التنفس، معدل ضربات القلب، ضغط الدم ومستويات الهرمونات وحالات الالتهاب المزمن أو النضوب. السيطرة يعني سيطرة أكبر على كل وظائف الجسم بشكل عام، مش عن طريق الجهد الواعي ولكن بشكل طبيعي من الداخل. وكأثر جانبي لممارسة تشيكونغ مع عودة الوظائف البيولوجية لوضعها الطبيعي، اللي راح تصير كمان أكثر مرونة بشكل طبيعي. 10، وراح تستغربوا من هاي شوي، عيون لامعة ومشرقة. بيقولوا إنه عيون معلم التشيكونغ تتوهج في الظلام مثل القطة. العيون بتبين إنها مشرقة لأنه الروح مضيئة والقلب مفتوح. 11، الحدس والإبداع. أعتقد أن الحدس والإبداع يولدان بعضهما البعض وبيجوا من نفس المصدر، عقل متيقظ يعني إنسان متيقظ، لأنه راح يصير عندك القدرة على التفكير بحدس. 12، الآثار الروحية. غالبا ما يكون التقدم في تشيكونغ مصحوب بمجموعة متنوعة من التجارب الروحية. على سبيل المثال، التزامن أو السينكرونيسيتي، يعني الصدف ذات مغزى. لما يكون التشي وفير وواضح ومتدفق، الحواس تدرك أفضل، كما لو أنك محاط برحيق إلهي دائم. بعض ممارسي التشيكونغ حتى قادرين على أنهم يشوفوا الهالة أو الأورا حول جسم الإنسان. الحقيقة القائمة الفوائد طويلة جدا، ولكن هذه مجموعة من الفوائد الصحية اللي اختبرها على الأقل ممارسو التشيكونغ. ممارسة التشيكونغ هي ممارسة آمنة طالما أنك بتمارسها باعتدال وبتتبع الفترة السليمة، ولكن مع هيك خلال الأشهر القليلة الأولى من الممارسة قد تواجه بعض الظواهر المؤقتة الغير سارة، بس ما في شيء خطير أبدا، بل هي بالعكس علامات بتدل على أنه جسمك عم يتكيف مع مستوى طاقة جديد وأفضل. ومن ردود الفعل المؤقتة الشائعة هذه إنها قد تثير الحكة، قد تشعر بحكة بالجلد لأنه التشي القديم عم بيترك الجسم، قد تشعر برشفة، قد يحدث الارتعاش لأنه دائرة الطاقة عندك بلشت تحمل طيار أعلى، أو قد يكون الارتعاش كمان علامة على أنك عم تبذل مجهود زائد أو عم بتصحي العضلات اللي لم تمارسها من فترة طويلة. ولكن عند حدوث الارتعاش انتبه واسترخي، وإذا استمر توقف شوي عن الممارسة وارجع في وقت تاني من اليوم أو حتى يوم تاني. الغثيان، لأنه عنا عدد كبير من الخلايا العصبية في منطقة البطن، لما تصحي عقلك وجسمك قد تلاحظ بعض الاختلاف، تقرقر في المعدة، ممكن تتجشأ أكثر أو إخراج ريح في الكثير من الأحيان، ولكن هذا مؤقت ومش شيء خطير أبداً.